السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلابي الأعزاء الكرام في مادة العلوم والحياة للصف السابع. دعونا نكمل خصائص الكائنات الحية. لعلك لاحظت عزيزي الطالب كائنات حية، حيوانات تنتقل من مكان إلى آخر. هذا الانتقال الكائن الحي من مكان إلى آخر يطلق عليه اسم الحركة. طبعاً أحبائي الطلاب، الحركة هي خاصية من خصائص الكائنات الحية، خاصية من خصائص الكائنات الحية تميز الكائنات الحية الكائن الحي عن الكائن الغير حي. طبعاً هناك أنواع للحركة. ما هي أنواع الحركة؟ لماذا يتحرك الكائن الحي؟ هل جميع الكائنات الحية تتحرك بنفس الطريقة؟ طبعا سوف نجيب عن هذه الأسئلة خلال درسنا لهذا اليوم. نظر أحبائي الطلاب لتنوع الكائنات الحية، طبعا هيكون لها أنماط مختلفة في الحركة. فما هي أنواع الحركة؟ الحركة ثلاث أنواع: الحركة الانتقالية، أي يطلق عليها الكلية أو الانتقالية، والحركة الموضعية، والحركة السيتوبلازمية. طبعا هذول الثلاث أنواع تختلف حسب الكائنات الحية. سوف نتناول كل نوع من هذه الأنواع كلهم على حدة. طبعا في البداية خلونا نتعرف على الحركة الانتقالية أو الكلية، وهي انتقال الكائن الحي من مكان إلى آخر. أي الكائن الحي بتحرك وبنتقل من مكان اللي هو فيه إلى مكان جديد، هذا يطلق عليه اسم الحركة الانتقالية. طب ما هو الهدف من هذه الحركة؟ إيش الهدف إنه الكائن الحي الحيوان ينتقل من مكان إلى آخر؟ هناك العديد من الأهداف، أولاها البحث عن الغذاء كالحيوانات في الغابات، الأسود، الغزلان. كل كائن حي من هذا، كل حيوان بيبحث عن الغذاء اللي هو بناسبه وبناسب نمط حياته. طبعا الثاني وهو البحث عن المأوى، البحث عن المأوى كالعصافير عندما تبني عش فوق شجرة، هي تبحث من مكان إلى آخر، تنتقل من مكان إلى آخر لتبحث إيش عن مأوى. كثير من نشاهد الطيور المهاجرة في السماء تنتقل من بيئة إلى بيئة، ليش؟ حتى تبحث على مأوى يناسبها. طبعا الهروب من الأعداء والمخاطر البيئية، طبعا كمثلا الحيوانات الغزال يبتعد عن الحيوانات المفترسة بحثا عن الأمان والسلام له وإيش والهرب من الأعداء. طبعا والتزاوج ايضا من احدى اهداف الحركه الانتقاليه، اي الحيوانات تنتقل من مكان اخر من اجل التكاثر، من اجل اللي هو التزاوج. طبعا في الكتاب المدرسي تناول كمثال على الحركه الانتقاليه تكلم عن الحيوانات، ايضا في كائنات حيه دقيقه، كائنات حية دقيقة سوف نتكلم على طريقة انتقالها. يعني في كائنات حية دقيقة سوف تتساءل كيف تنتقل هذه الكائنات الحية الدقيقة. فكل كائن حي دقيق لا يرى بالعين المجردة له طريقة معينة في الحركة. على سبيل المثال الأوليات، الأوليات مثل البراميسيوم، البراميسيوم يطلق عليه اسم البراميسيوم، يتحرك بصيغة ايش؟ اللي هو الأهداف. أما الجلاميدوموناس فإنه يتحرك بطريقة الأصوات. اليوبلينا صارت تتحرك بطريقة الأصوات أيضا. الأميبا تتحرك بطريقة الأقدام الكاذبة. والبلازموديوم أيضا يتحرك بطريقة الانزلاق. كل واحد من هذه الأوليات الكائنات الحية الدقيقة يتحرك بطريقة معينة. طبعا أحبائي الطلاب دعونا ننتقل إلى الحركة الموضعية. الحركة الموضعية أي تتم الحركة في نفس الموضع، لا ينتقل من مكان إلى آخر، كحركة القلب.
عندما يقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم هذا يطلق عليه نبضات، يطلق عليه اللي هو حركة موضعية، حركة اللي هو قرص عباد الشمس عندما أو ورقة اللي هو قرص دوار الشمس عندما يتبع اللي هو يتحرك باتجاه الشمس. في عندنا حركة أوراق نبات صائد الحشرات، هذا الأوراق تقوم بالإيش؟ بالضم أو الانقضاض على الحشرات وقتلها. طبعا هذا اسمها برضو حركة موضعية. أما بالنسبة للحركة السيتو إبلازمية، الحركة السيتو إبلازمية وهي حركة ضرورية دورانية مستمرة داخل وين؟ داخل اللي هو الخلية. ليش؟ لحدوث النشاطات الحيوية. يعني هذه الحركة المستمرة لماذا؟ لحدوث النشاطات الحيوية. طبعا كمثال عليها هي حركة السيتوبلازم داخل الخلية، حركة السيتوبلازم داخل الخلية. طبعا أحباء الطلاب إلى هنا وقد انتهينا بالدرس، دعونا نراجع ما تم أخذه داخل درسنا هذا اليوم، وهو تكلمنا على أنواع الحركة الانتقالية الموضعية والسيتوبلازمية. قلنا أن الحركة الانتقالية أو الكلية وهي انتقال كائن حي من مكان إلى آخر، وتناولنا أهداف الحركة الانتقالية طبعا، وذكرنا بعض اللي هو الكائنات الحية دقيقة وطرق حركتها، وأيضا تطرقنا إلى الحركة الموضعية واللي هو أمثلة ذكر بعض الأمثلة عليها زي حركة القلب، حركة دوار الشمس، وحركة اللي هو نبات صائد الحشرات، وقلنا تحدثنا عن الحركة اللي هو السيتوبلازمية كمثال على حركة السيتوبلازم. إلى هنا أحبائي الطلاب وقد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.